مطمئن جدا ان كل العمليات اللي بتتعمل في المركز بتتعمل بالشباب المصري على اعلى مستوى. احنا كان هدفنا من اول دقيقه ان احنا نقدم خدمه طبيه تضاهي المستويات العالميه. الحمد لله وبعد 5 سنين قدرنا نقطع شوط كبير في الوصول لده. الفريق اغلبه من الشباب، التقارب السني ده وتواجدهم مده طويله جدا داخل المركز بيخلي درجة التفاهم اللي ما بين أفراد الفريق مختلفين عالية جدا. كل واحد في الفريق، كل واحد واقف في أوضة العمليات، كل واحد واقف في الرعاية المركزة، دي مهمة ولازم يكون بيعملها بإتقان تام. النهاردة الحمد لله الفريق كله 100% من المصريين. كلنا بنشتغل زي بعض، وأنا موجود أو غير موجود العمليات اللي بتتعمل زي ما أنا موجود يمكن أحسن. في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب كل جنيه بتتبرع بيه مش بس بينقذ قلب طفل، ده بينقذ حياة عيلة بحالها.